الحكومة الليبية وليدة ظروف استثنائية وأزمة خانقة تشهدها البلاد اتخذت من المنطقة الشرقية مقرا لها بدلا من العاصمة التي تنتشر فيها العصابات والميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، إذ قال رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني في لقاء متلفز العام الماضي إن سبب انتقال الحكومة إلى بنغازي يرجع إلى الاستقرار الأمني الذي تنعم به المنطقة الشرقية برمتها والمؤمنة من الجيش الوطني لتتمكن من تسيير مهامها بالشكل الصحيح. عزمت الحكومة من خلال الاقتراض أن تواصل عملها في المناطق الخاضعة تحت شرعيتها، واستمرت في إنشاء مشروعات وإصلاحات لا حصر لها لسنوات منذ تشكيلها. في يوليو العام الماضي أصدرت الحكومة حزمة من القرارات المهمة بحل مختنقات بلدية جدابيا بلغت قيمتها نحو 63 مليون دينار لجملة من المشروعات في مجال الكهرباء والطرق وفتح المسارات والمياه والصرف الصحي. كما شهد العام الماضي تنفيذ عدد من المشروعات الحكومية من بينها صيانة جسر الهواري في بلدية بنغازي وتركيب إنارة تعمل بالطاقة الشمسية إضافة إلى صيانة الطريق المعبدة. يناير الماضي افتتحت الحكومة مستشفى جالو بسعة 200 سرير لخدمة مناطق واحات الجنوب الشرقي لليبيا. في نفس الشهر افتتح رئيس مجلس الوزراء في مدينة درنا مقرا لمركز شرطة الساحل الشرقي وجهاز مكافحة المخدرات إضافة إلى مركز شرطة الفتايح ووضع حجر الأساس لإنشاء مقر مراقبة التعليم في درنا. في أبريل الماضي أرسلت الحكومة المؤقتة التجهيزات اللازمة لمستشفى سرت واتخذت خطواتها لتجهيز مستشفى درنا ومستشفى البريغا استعدادا لمواجهة جائحة كورونا تزامنا مع إمداد لمستشفيات أخرى في جنوب وغرب البلاد. كما أطلقت الحكومة في نفس الشهر حملة موسعة لإنارة المدن وصيانة الكوابل الأرضية. يونيو الفائت كان حافلا بجملة واسعة من تنفيذ المشروعات والأعمال في عدد من المدن خاصة مناطق البطنان. افتتحت الحكومة كلية التربية في بلدية بير لشهب بعد إنشائها خدمة للسكان والتخفيف عن طلابها تكبد عناء المسافات والسفر، وشهدت الكلية تجهيزا بمعامل دراسية وفقا لأعلى وأحدث المواصفات التقنية. كما أعاد رئيس مجلس الوزراء ضمن جولته بالبلدية افتتاح مستشفى بير لشهب القروي وزيادة سعته السريرية وأقسامه التخصصية. كما دشنت الحكومة الليبية في نفس الشهر مستشفى بالخاثر القروي بسعة 60 سريرا، وطورت مستشفى بلدية مساعد ببناء 3 طوابق على مساحة كبيرة وزيادة التخصصات الطبية والتوسعة السريرية وتجهيز قسم متكامل للإسعاف والطوارئ. واستهلت الحكومة الشهر الجاري مركز الأورام وأمراض الدم لمستشفى الثورة في مدينة البيضاء بعد صيانته وتجهيز شامل لجميع الأقسام. كذلك دشن رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني يونيو الماضي العمل في ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الجديد بمدينة البيضاء، وذلك في إطار سعيها توطين دواوين الوزارات في بلديات الجبل الأخضر. قيمة المشروعات المتعاقد عليها بلغت 875 مليون دينار لعام 2019 و2020. بحسب مصادر من مجلس الوزراء فإن غالبية المشاريع المنفذة لم تصرف من بنود ميزانية الدولة في وقت تعمل فيه الحكومة جاهدة على إنشاء مستشفى ميداني بسعة 400 سرير. كذلك تمكن مجلس الوزراء من توفير 30 سيارة إسعاف متخصصة للعناية المركزية وتوفير 50 سيارة رش استخدمت في تعقيم الشوارع والساحات. هذه المشاريع السالف ذكرها غيض من فيض في وقت يستمر عمل الحكومة الشاق تزامنا مع مرحلة عصيبة تعيق خططها وتنفيذ مشاريعها وسط غياب كامل لتوزيع عادل للثروات، إذ لا تعود إيرادات النفط إليها إنما تذهب كاملة لصالح مؤسسة النفط والمصرف المركزي في العاصمة الغارقة في الفوضى وعصابات الفساد. محمود الشريف لقناة ليبيا الحدث.